السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عشاق العائلة الملكية، مرحبا بكم وخير الذكر. دائما نبدأ اللهم صلي وسلم وبارك على الحبيب سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. خوتي وخواتاتي، اليوم غادي نهضروا على آخر ظهور لصاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس نصره الله، وظهوره التي أثلج صدور المغاربة الذين كانوا متعطشين لرؤيته ولملاقاته على المباشر. وهنا أخص بالذكر ظهور ملك المغرب محمد السادس بعكاز طبي أثناء استقبال الرئيس ماكرون. فلقد استرعت صورة الملك محمد السادس وهو يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستعينا بعكاز طبي انتباه وتعاطف المواطنين المغاربة وسائر المهتمين بمجريات هذه الزيارة، والتي تحمل معها العديد من المكاسب السياسية والاقتصادية المعززة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما على مستوى تأكيد دعم فرنسا مغربية الصحراء. وللإشارة، هذه ليست أول مرة يظهر فيها ملك المغرب مستعينا بعكازه الطبي، فلكن المغاربة يتذكروا أنه في سنة 2012 ظهر ملك المغرب بصورة مماثلة، ولأن صحة ملك المغرب وعاهل البلاد دائما تحظى بأهمية بالغة وعناية خاصة عند المغاربة باعتباره أمير المؤمنين وأسمى سلطة بالبلاد. وحول أسباب ظهور الملك مستند إلى عكاز طبي، وحسب ما جاء على جريدة هسبريس أن صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس عانى مؤخرا من أعراض انكماش عضلي على مستوى الظهر من جهة اليمين بسبب ضغط العصب الورقي، أي كونتراكتور موسكولير أو دو دي أون سياتيك. وقد بدت هذه الأعراض الطبية خلال الأنشطة الملكية الأخيرة، خصوصا خلال استقبال الحكومة في نسختها الجديدة بعد التعديل الحكومي الأخير، وكذا في مراسم تعيين الولاة والعمال الجدد. وهنا غادي نطمنوا المغاربة وعلى لسان طبيب متخصص أن أمراض الجهاز العصبي وأن مثل هذه الأعراض الطبية مألوفة كثيرا وتستجيب للعلاج، وهي غالبا ما تكون ناتجة عن ضغط جذر العصب في العمود الفقري وقابلة للاستشفاء، ولا تدعو للقلق أبدا لكونها تستجيب بسرعة للعلاج والاستشفاء. نتمنى أخوتي وخواتاتي تكون وضحت لكم الصورة على صحة صاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس، ودعواتكم خوتي المغاربة كاملين لملكنا وأبنا الروحي وراعينا وحامي البلاد ملكنا العزيز الغالي محمد السادس نصره الله. إلى هنا أترككم في رعاية الله وحفظه، ولا تنسوا الفيديوهات القادمة عن إطلالة أميرتنا المحبوبة لالا مريم ولالا خديجة. نهاية الفيديو، في أمان الله. متابعي الأوفياء، لا تنسوا من الضغط على زر الجرس والاشتراك ليصلكم دائما جديدنا، وأيضا لا تنسونا بدعائكم وتعاليقكم الجميلة حول الدعاء لصاحب الجلالة ملك المغرب محمد السادس نصره الله. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو جديد.